الاحتفال بالمولد النبوي يكون عبادة نقرب بيها لربنا. مولد النبي ده مش احتفال الواحد يخرج فيه أو يأكل فيه ويشرب بس، لا، هو الواجب ان احنا نقرب من بعضنا ومن ديننا ومن اسلامنا اكتر من الاول. يعني حاجه جميله جدا ان الواحد يقرب من ربنا ويفتكر النبي ويفتكر الصحابه واي حاجه عن الرسول عليه الصلاه والسلام، دي حاجه بتبقى سعيده للمسلمين كلها. هو النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم ده بالاخص كان بيكثر من الصلاه. ان نفعل افعال رسول الله صلى الله عليه وسلم ونتبع سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، نتقرب الى الله يعني، واننا نفتكر اصلا النبي والسنه النبويه، و عشان احنا تأثيرات الحياة كتير قوي في الحياة بتخرجنا عن المود خالص بتاع ان احنا يعني دينيا شوية. مش لازم ان اللي هو حلويات دي عادات، انما احنا مفروض فعلا نكون قريبين لله. شفتي بركة الصلاة على النبي في حياتك في ايه؟ يعني اي حاجة مثلا بتكون مضايقاك، في ازمة معاك، حد مريض، بتصلي على النبي كتير، ربنا بيرفع الكرب وبيرفع البلاء في رزقنا، في صحتنا، في كل حاجه في حياتنا عامه، يعني في الرضا النفسي اللي احنا فيه على الاقل. يعني انا اترفدت من شركه وكنت عايش مش لاقي شغل، واحد بس وصاني قال لي كتر من الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، كلمتني شركه تاني يوم. بتفتح باب الرزق وتخلي نفسيه البني ادم كده مطمئنه وجميل، في الستر، في تربيه الاولاد، في ان ربنا ما يحوجنيش لاي حد. ان انا اقف على رجلي دي وبركه صلاتنا على النبي، ان انا يعني رضا ربنا علينا. انا بقالي فتره يعني ايه عامل ورد كده يومي ليا بالصلاه على النبي مخصوص، بس دي بسم الله ما شاء الله الرزق بيجي لي من حيث لا احتسب.